مع بعض كيكة المج الصيامي، سهلة جدا وبسيطة. كنا عملنا قبل كده مع بعض كذا نوع من أنواع الكيكات اللي بتتعمل في المج، كنا عملنا الأوريو واللوتس والشوكولاتة وعملنا الفانيليا العادية، وكانوا كلهم أحلى من بعض. النهاردة احنا قررنا نعمل كيكة المج الصيامي اللي بتاخد في تحضيرها دقيقة واحدة بس، للناس الصايمة المحتارة مش عارفة تاكل حاجة حلوة. لو نفسك في حاجة حلوة قومي اعملي دي، هتاخد منك دقيقة بالظبط وهتاكلي أحلى كيكة. يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنتيش اشتركتي في القناة اوعي تنسي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي. نجيب المج بتاعنا، واهم حاجه ان المج ينفع يدخل الميكرويف. لو ما عندكيش مج ينفع يدخل الميكرويف، ممكن تستخدمي طبق من الاطباق بتاعه الشوربه اللي برضو تنفع تدخل الميكرويف. ونروح جايبين المكونات بتاعتنا ونحطها في نفس الطبق او في نفس المج. المكونات كلها هسيبها لك في صندوق الوصف. هي عباره عن 3 معالق كبار دقيق، معلقه كبيره سكر، لو انت بتحبي الحاجه تبقى مسكره ممكن تخليها معلقه ونص سكر، معلقه كبيره كاكاو. نوع الكاكاو يستحسن ان هو يبقى نوع نظيف او اي نوع بنستخدمه دايما في الكيكات اللي بنعملها. وربع معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، معلقه كبيره زيت، وثلاث معالق حليب جوز الهند. احنا كنا عملنا قبل كده مع بعض حليب جوز الهند، هسيب لك اللينك بتاعه لو حابه ترجعي له. لو ما عندكيش حليب جوز الهند انت ممكن تستبدليه بميه دافيه. نقلب كل المكونات دي حلو قوي لغايه ما نوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. لو حسيتي ان قوام الكيكه بتاعتك تقيل شويه ممكن تزودي شويه في الحليب. نقلبهم حلو قوي كده، احنا وصلنا للقوام اللي احنا عاوزينه. لو عندك بقى اي نوع شوكولاته اللي هي دارك شوكليت اللي هي صيامي، ممكن تحطي قطع صغيره كده في وسط المج بتاعك، هتدي طعم مميز جدا للكيك. كده المج بتاعنا جاهز ان هو يدخل الميكرويف. كده الكيكه بتاعتنا جاهزه ان احنا نحطها في الميكرويف. هنحطها في الميكرويف لمده دقيقه بالظبط. لو الميكرويف بتاعك ما كانش شديد يمكن تحتاج 10 ثواني زياده. احنا بعد دقيقه هنطلعها وهنعمل عليها تشيك. هنعمل عليها تشيك زي ما بنعمل تشيك على اي نوع من انواع الكيكات اللي بنعملها، ان احنا بنحط خله السنان في النص. لو طلعت نظيفه معنى كده ان هي الكيكه استوت، لو طلعت باي عجينه معناها ان هي محتاجه 10 ثواني زياده. احنا طلعنا الكيكه بتاعتنا بعد دقيقه بالظبط، حطيت خله السنان زي ما انت شايفه وطلعت نظيفه، معنى كده ان الكيكه بتاعتي استوت. بعد كده ممكن تقدميها بكذا طريقه، ممكن تحطي عليها كريمه صيامي، انا هنا حطيت عليها سكر بودره، بس انت ممكن تحطي كريمه صيامي، ممكن تحطي كمان جناش صيامي، هيبقى طعمه جميل جدا. او اي شوكولاته تسيحيها وتحطيها على الوش، او تبشري اي شوكولاته وتروحي حطها على الوش برده هيبقى طعمها مميز جدا. انا عارفه في ناس كتيره بتبقى في الصيام محتاره تاكل ايه حاجه حلوه، جربي الوصفه دي سهله جدا، هتاخد منك بالظبط دقيقتين في تحضيرها وتاكلي كيكه زي اللي بنعملها في الفرن بالظبط. وصفه سهله وبسيطه، جربيها ولو عجبتك اوعي تنسي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا باي.